الحكومة الإيرلندية تستعد لتقديم مشروع قانون يسمح بعمليات الإجهاض فقط في حال تعرض حياة الأم إلى الخطر. المشروع من المتوقع أن يصوت عليه في البرلمان الإيرلندي الصيف المقبل في البلد الذي يعتبر إلى جانب مالطا الوحيد الذي يحضر الإجهاض في أوروبا، في الوقت الذي تزداد فيه التوترات السياسية حول المسألة إلى جانب الانخفاض الحاد في الشعبية الدينية. نحن لا نريد اللعب مع هذه السياسات الحزبية. الحكومة تحاول التحرك إلى الأمام في هذه القضية. كما قلت سوف نقوم بدورنا في هذه المسألة بالذات، ولكن ما هو على المحك بوضوح هنا أن علينا الموازنة. نحن في طريقنا كمشرعين لمواجهة التحديات الماثرة بوضوح أمامنا فيما يتعلق بهذه المسألة المعقدة للغاية، وأعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك مع تعاطف واحترام جميع وجهات النظر. ويتواصل الجدل في البلاد منذ وفاة سافيتا هالفابانار البالغة من العمر 31 عاما، وهي من أصل هندي، كانت حاملا في أسبوعها 17 وتوفيت بسبب رفض الأطباء إجراء عملية إجهاض لها في 28 من تشرين الأول أكتوبر المنصرم.